مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، عدنا إليكم في بث جديد، وهذه المرة من العاصمة السوسية. مرة أخرى ارتفاع للدواجن على الصعيد الوطني بطبيعة الحال، ربما أسباب متعددة جعلت الدواجن تلتهب أثمنتها لتصل لأرقام قياسية في مجموعة من المدن المغربية وأيضا من بينها جهة سوس ماسا. الأسباب تتعدد، وأيضا المواطن المغربي على المحك، وأصبحت هذه الأسعار ربما غير ملائمة للطبقة الفقيرة والطبقة الهشة وأيضا الطبقات ذات الدخل المحدود. معنا اليوم رئيس الجمعية المهنية لمهني الدواجن بسوس، اللي غادي كشفنا أيضا حول مستور وأيضا مجموعة من الأسباب من بينها الحر المفرطة اللي جعلت نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، فالمهنيين فقدوا أطنان كبيرة من الدواجن التي تسببت الحر المفرطة في النفوق ديالها والموت ديالها بشكل مثير جدا وبشكل غير مسبوق. سي بيك دار مرحبا بك على قناة شوفي، إلا كان ممكن أن تقربنا من الدجاج شحال كاوي وعلاش ربما يعني هذا الموت ديال مجموعة من الدواجن. بسم الله الرحمن الرحيم، إقداد محمد رئيس الفرع الجهة والجهاد سوس ماسا المربي دجاج اللحم ورئيس جمعية البيعة بتسقيط دجاج بن إزكان. سولتيني اخي على الدجاج اسباب ديالو على الغلا، اسباب يا اخي متعدده، وكنشكروا بعدا شفتي دي اللي متبع هذا القطاع هذا كنشكروها بزاف، وكنشكروا جماعه الجريدات اللي كيتبعوا هذا القطاع هذا وكيبينوا الحقيقه للمواطن، يعني اشنو الاسباب اللي وصلت الدجاج لهذا الارتفاع هذا. الدجاج عنده اسباب متعدده. ربما يعني هنا في مدينه انزكان اليوم شدينا حنا ب 17.5 17 درهم ونص باش شدينا عند مول البيكوب. مول البيكوب شاريه في الضيعه ب 16.5 16.5 17 ما بين 16.5 17 وكيفرقوه هما ب 17.5 وحنا كنبيعوه ب 19 درهم بالتسقيط. 19 درهم بالتسقيط شادينه ب 17.5 وكنوزعوه كنسقطوه دابا ب 19 درهم. السبب الاغلى اللي هو طلع فيها الدجاج هاد الايام هادي ان البدايه ديال 8 كان الدجاج ب 13 درهم في الضيعه، 13 درهم 13.5 ان جاب داك الشيء. من بعد قبل من واحد 8 في 7 وفي 6 كان الدجاج وصل حتى ل 25 درهم، ان المربيين هذيك الساعه كانوا وقفوا المربيين باسباب ان باعوا الدجاج ب 12 درهم وب 13 درهم وهما كيطيح عليهم ب 16 درهم والناس تقهروا وقفوا، المربيين تقهروا وقفوا، بقى الدجاج عند مالين شكوره، مالين شكوره هما اللي واقفين شادين السوق ووصلوا الدجاج حتى ل 25 درهم و26 درهم و27 درهم، ان هذيك الساعه ما كاينش المربي الصغير في السوق. من بعد الناس سمعوا تصريح ديال السيد رئيس الحكومه بانه غادي يكون دعم للدجاج والمواشي واللحوم الحمراء، عاودوا شجعوا وقالوا راه غادي يكون واحد الدعم غادي نخدموا، ما ربنا هذا الدعم هذا عاود شجعنا على القطاع، وعاودوا الناس تسلفوا وكلفوا وعاودوا عمروا ويعني ربوا وجدوا السلعه للصيف، والسلعه كانت كثيره، والدجاج كان في الاول ديال 8 ب 13 درهم 13.5 وحنا كنسقطوه في المحلات ب 15.5 ان الموزعين كيبيعوه انا ذاك الوقت ب 19 ب 14.5 وحنا كنبيعوه ب 15.5 ولكن يعني اشنو طلع الدجاج من ذاك الوقت من في الاول ديال 8 حتى ل 16 في 8 16 و17 و18 جات الحراره شطبت كل شيء. شحراره الدجاج مات في الضيعات، الناس كان اللي ضاع له الكوري كله، كاين المربين اللي مشالوا الدجاج ديال وقف على البيع، يعني ديال 40 يوم وديال 45 يوم وديال 44 يوم، وكاين اللي مشى ليه ديال 8 ايام وكاين اللي مشى ليه ديال 15 يوم، يعني المربين ضاعوا مشى لهم الدجاج. يعني شنو اطمان كبيره كاين اللي مشى له الكوري كامله.
خير اللي مشوا للكاميرو. ولا غالبية الناس اللي ما عندهمش تقنيات حال مثلا جهة دابا الدجاج ديك الوقت دابا دابا الدجاج اللي كتشوف راه ديال مراكش راه ماشي ديال اكادير. اكادير راه ما فيهش السلعة. ان مراكش عندهم تقنيات ان عندهم الكرة ديال التراب عندهم الكرة ديال التراب وعندهم تقنيات ديال التبريد ومعولين على السخونيه يعني عارفين الحراره كتكون في الناحيه ديال مراكش. هنا الناس ديال الكادير ما معولينش على الحراره دايرين دوك الكوارا ديال البلاستيك ودايرين غير الشاشات ما دايرينش الكليما ما دايرين حتى حاجه. ملي جات الحراره شطبت كل شيء شطبت كل حاليا دابا هنا في سوس الدجاج قليل فيه ما كاينش بايعات خاوين. الناس اللي ضاعوا راه وقفوا الناس اللي مشى لهم الكوارا ديالهم راه وقفوا يعني اللي شط اللي ضاع له الكوري على قدو اش غادي يدير اش كتنظر منه غيدير يعني خساره كبيره. انا مشى له ديالو ماشي ديالو مشى له ديال الناس انه هو دابا المربي كيشد عن الشركه والشركه كتخليه تيبيع اللي يجي يخلص هو باش 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 غادي يخلص راه كلشي مشى والشركه ما غاديش تعديه مازال الف ما غادي تعديه الفلوس وهادشي غادي يجيب خساره للمستهلك. المستهلك ما غادي يلقى ما يشري ان غادي يلقى السوق بقاو فيه ثاني غير صحاب الشفاره غادي يشري ثاني يرجع الدجاج ب 30 درهم و 25 درهم وهادشي ما كنبغوش. ايام الجاي يقدر يطرف الدجاج ان علاش راه المربين اللي مشى له ديالو راه كيوقف اللي مشى ديالو راه كيوقف يعني كاين الندره كاين يعني كاين القله عندنا باش كتنظر من الانسان الى مشى ديالو واش غادي يعاود يعمر ما غاديش يعاود يعمر. حنا كنطالبوا من الجهات المسؤوله باش يلتفتوا لهذا القطاع هذا ويديروا ليه حل ويشوفوا العلف. العلف راه باقي غالي راه كانوا قالوا كان السيد رئيس الحكومه قال راه العلف غادي ينقص ولكن شي حاجه راه ماشي منها نقصد راه العلف باقي ب 6 دراهم والفلوس راه باقي ب 6 دراهم ويعني الدواء والمسائل الاخرى راه كلشي باقي غالي يعني راه الدجاج كيطيح على المربي الايام اللي كان عاديه والدجاج عادي راه كيطيح عليه ب 16 درهم ودابا ملي ماتلو الدجاج راه الله اعلم شحال باش طاح عليه راه الا بقى نيت ليه شي شويه واخا يبيعو حتى ب 20 درهم ولا 30 درهم راه ما غاديش يسلك. انا راه مشى ليه النصف الكوري ولا مشى الكوري كاملو شحال باش غيطيح على هاد الدجاج. ان المواطن خصو يعرف حتى هو ولا حتى عارف الحقيقه والسلطه حتى هي تعرف الحقيقه. حنا اللي بغينا هو الجهات المعنيه يعني دير واحد اللجنه شحال باش كيجي هاد العلف من لوزين من برا شحال باش كيجي من برا الى عاتين شي دعم لصحاب اللوزينات خصو يعرفوا ان الفلوس راه العلف راه باقي ما تنقص راه باقي هو العلف راه باقي ب 6 درهم الى عطيوهم شي دعم خصهم يتحاسبوا معاهم باش يوصلوا للمربي العلف رخيص والمربي غيخدم ويوصل الدجاج للسوق ويوجدوا للمواطن. وهذا الشيء اللي كنطلبوا حنا من السلطات ومن الجهه المعنيه يعني الفلاحه وزاره الفلاحه والحكومه ديالنا كنطلبوا منهم باش هذا القطاع يلتفتوا به وكنطلبوا من سيدنا الله ينصره باش يشوف هذا القطاع ويعطيه واحد لجنه يعني واحد اللجنه اللي توقف على هذا القطاع. انا راه مهم راه هو اللي هز الدريوش. انا راه الدريوش كيمشي للحم كيلقاه ب 100 درهم وكيمشي للحوت ما كاينش وكيجي للدجاج هو اللي كيقضي به الغراض كيشري واحد الدجاجه ولا واحد الرابعه ولا حنس كيلو وكيعيش بها ولادو. وهادشي اللي كنطالبوا من الحكومه ديالنا باش هاد القطاع هذا تعطيه قيمه. انا راه مهم راه حيوي ان راه المواطن كيدور تاعي كيمشي للدجاج راه ما عنده شي حل الا الدجاج. والسلام عليكم مرحبا بكم مره اخرى وكنشكركم والسلام عليكم. شوف ما دير الصداع هذا شيء ولد؟ ها؟